مشاهدينا من جديد، واسمحوا لنا أن نرحب مرة أخرى بسعادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. أهلا وسهلا فيك معاليك مرة أخرى. أهلا بك يا فندم. معاليك، الاجتماع الأخوي الذي يقام، اجتماع المحبة خلينا نسميه، الذي يقام في منطقة العلمين في الساحل الشمالي في مصر، ما دلالة هذا اللقاء وأيضا لماذا جاء في هذا الوقت؟ هل التوقيت له دلالة معينة؟ طبعا. وحضرتك بس اسمحي لي في الاول ان مثل هذا النوع من اللقاءات ما بين القاده ده امر متعارف عليه في الشؤون الدبلوماسيه. صح. مش بالضروره ان الامور تكون فيها قدر كبير من المراسم او من الاجراءات الرسميه، ولكن بتبقى يعني قدر من العفويه في اللقاء، وفي نفس الوقت احنا يعني بيتقال عليه كده ريتريت، يعني بمعنى انه في لقاء في قدر اكبر من الراحه والاستمتاع بالجو الموجود، ولكن أيضا إنتاج جديد لمرحلة جديدة إن شاء الله.